وللمزيد معنا من كييف مراسلنا إياد ستيتسية. إياد، إذا آخر التطورات الميدانية وأيضا آخر الأرقام والمعلومات حول بيان هيئة الأركان العامة وآخر المواقف. نعم سرمد، فعليا العمليات القتالية في الجبهة الشرقية وتحديدا في مقاطعة دنيتسك تأخذ منحا تصاعديا. هذا ما حمله بيان قيادة الأركان العامة الأوكرانية الصادر صباح اليوم، حيث ذكر أن العمليات القتالية أو أن القوات الروسية تقوم بشن هجمات مكثفة على محاور بخموت وأفديفكا ونوفا بافلوفسك. قال أيضا أن القوات الروسية أو وحدات المشاة من القوات الروسية وتحت غطاء كثيف من المدفعية والدبابات وراجمات الصواريخ تحاول اختراق الخطوط الدفاعية للقوات الأوكرانية المتمركزة في هذا المحور، في محور باخموت تحديدا. وقال أيضا أن هذه الهجمات تقوم القوات الأوكرانية بصدها بنجاح. أيضا هناك محور في شمال هذه الجبهة، ليمان وكوبيانسك، أيضا يشهد معارك ضارية بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، تحاول من خلالها القوات الروسية أيضا استعادة بعض المواقع التي فقدتها إبان الهجوم المضاد الأوكراني الأخير في منطقة خاركيف. أيضا هناك على محور كاميناس فاتفا، هناك على النقيض من ذلك تقوم القوات الأوكرانية تحاول التقدم باتجاه هذا المحور أو هذا الطريق البري الرئيس الذي يربطها مباشرة مع مدينتي ليسيتشانسك وسيفرا دينيسك اللتان تخضعان للسيطرة الروسية. في مجمل البيان، بيان الأركان العامة الأوكرانية اليوم، قال إن قوات الروسية نفذت 37 غارة جوية على جميع مواقع القوات الأوكرانية على طول خط التماس، وأيضا أطلقت 9 صواريخ استهدفت مقاطعات زاباريجيا، خاركيف، دنيبروبتروفسك وخرسون. أيضا قامت بقصف البلدات والمدن المتاخمة لخط التماس براجمات الصواريخ والدبابات والمدافع ومدافع الهاون لأكثر من 100 مرة. في المقابل القوات الأوكرانية نفذت 24 ضربة جوية استهدفت 17 موقعا لمراكز لتجمعات القوات الروسية في مختلف مناطق خط التماس، واستهدفت أيضا خمسة مستودعات للذخيرة، وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية طائرة روسية من طراز سو 25 وخمسة طائرات مسيرة. هذا أبرز ما جاء في بيان هيئة الأركان العامة الأوكرانية الصادر صباح اليوم. نعم أشكرك مراسلنا إياد ستيتية من كييف، شكرا جزيلا لك.